أستاذ علي، كم حالة طلاق صارت بسبب المشعوذين والسحر؟ كثير من حالات الطلاق طبعاً. الرجال مثلاً، هي الغالبية أنه الرجل يكتشف ما يطلق عليه الحجاب، اسم الحجاب اللي يصير ورقة مطوية بشكل مثلث أو مربع أو أياً كان، يعني ممكن يلقاه تحت السرير، تحت الوسادة اللي ينام عليها، يوثقها ويجيب شهود ويفتحها ويلقى بيها مثلاً اسمه مذكور وبعض التفاصيل انه اللي ذكرها الاستاذ، عقدة لسان او هالامور، يتجه للقضاء ويطلب التفريق من زوجته على انه مارست اعمال السحر والشعوذه وهذا بالدليل المشهود، وبالتالي يتم التفريق بيناتهم.